غادة المطيري، سميرة إسلام، ماجدة أبو راس، حياة سندي، وغيرهم الكثير من النساء السعوديات اللي بيتميزوا في كافة مجالات العلوم اليوم. سنة بعد سنة بتحقق النساء في المملكة العربية السعودية المزيد من النجاحات، وبيثبتوا جدارتهم كمبتكرات ومتفوقات في مجالات عدة من الفيزياء، الكيمياء، للتكنولوجيا والطب وغيرها. فإيش هو اللي بيميز المرأة السعودية وبيدفعها لدخول مجال العلوم اليوم؟ وهل ما زالت العلوم مجال بيحتكره الرجال فقط؟ وإيش هي العوامل اللي بتساعد وتمكن المرأة السعودية اليوم من تحقيق هذه الإنجازات العلمية؟